حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إن العراق زاد من معدل إنتاجه من النفط الخام إلى 65 ألف برميل يوميا خلال شهر أيلول الماضي. وفقا للتقرير الشهري الصادر عن المنظمة بشأن معدل الإنتاج للدول الأعضاء في الشهر الماضي، فإن معدل إنتاج العراق للنفط بلغ 4,138,000 برميل يومياً في شهر أيلول، بينما كان معدل الإنتاج في شهر آب 4,073,000 برميل يومياً. حذر اتحاد الصناعات في العراق من استمرار تخبط السياسة النقدية في العراق، مبدياً خشيته من الآثار السلبية لتداعيات انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار. وأقر رئيس الاتحاد عادل عقاب بأن العراق يشهد أزمة حقيقية تتمثل في انخفاض قيمة الدينار وأثاره على القيمة الشرائية للرواتب التي انخفضت قيمتها، وأشار إلى أن العملة الحقيقية لاقتصاد البلد هي الدولار ولا يوجد أي عملة أخرى تساويه بالأهمية، ولا يمكن للاقتصاد التحرر من هذا القيد. قالت وكالة بلومبرغ إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار. وكشفت مصادر مطلعة أن الزيادة المحتملة لتعزيز برنامج الإنقاذ من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي لن يبت بها صندوق النقد الدولي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج. كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية في العالم بلغت خلال السنوات 30 الماضية نحو 3,800 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية والحروب. وتعادل الخسائر التي أعلنت عنها الفاو 123 مليار دولار سنوياً أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العالمي السنوي. دعا البنك الدولي إلى تعزيز قدراته وقدرات صندوق النقد الدولي لتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة الفقر والتغير المناخي. وأكدت المؤسستان الدوليتان على ضرورة مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لا سيما وأن التعافي من جائحة كورونا لا يزال في بدايته إضافة لتأثير النزاعات. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي،
بأمان الله.